كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الشباب البحريني يحظى برعاية فائقة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث لا يخلو خطاب أو حديث لجلالته دون أن يسلط الضوء على الشباب وإنجازاتهم ودورهم الحقيقي في عملية التنمية التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى أن جلالته حريص على تحفيز الشباب وشحذ هممهم نحو تأصيل دورهم في قيادة مستقبل المملكة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الشباب البحريني يحظى أيضا باهتمام ودعم مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص سموهما الموصول على تمكين الشباب، وهو الأمر الذي تمثل في تضمين برنامج الحكومة للعديد من المبادرات تجاه الشباب. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشباب البحريني والشباب العالمي بمناسبة يوم الشباب الدولي والذي يصادف 12 أغسطس، حيث خصصت الأمم المتحدة شعار 2020 إشراك الشباب في الجهود الدولية. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: اليوم يتشارك شباب مملكة البحرين مع شباب العالم الاحتفال بيومهم الدولي، حيث تشكل هذه الاحتفالية حافزا مهما للشباب من أجل العمل بهمة لبناء مستقبل البحرين الزاهر وبرؤية مستقبلية واعدة لتطبيق أفكارهم ومبادراتهم ومواجهة جميع التحديات وتحقيق الإنجازات. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: لا يمكن الحديث في يومنا هذا عن العمل العالمي من دون التطرق لدور الشباب الفاعل، وأن تحقيق خطة الأمم المتحدة لإشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي والجهود الدولية جاءت لتستهدف الشباب بشكل مباشر في إطار سعيها لتحديد دور الشباب في هذه العملية، خاصة أن الشباب قادرون على تغيير مجتمعاتهم والارتقاء بها نحو الأفضل، بالإضافة إلى أن إشراك الشباب وتمكينهم يسهم في صنع سياسات أفضل وأكثر استدامة لتعزيز دور الشباب في تحفيز العمل العالمي. ودعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشباب البحريني في يومهم الدولي بمواصلة العمل بكل عزم لتحقيق الرقي لمملكة البحرين. وقال سموه: في يوم الشباب الدولي أدعو شباب البحرين للعمل بكل عزم والمضي في سبيل رفعة البحرين وتقدمها ومواصلة طرح الأفكار والمبادرات الإيجابية التي تمكن البحرين من تعزيز إنجازاتها ومكتسباتها في مختلف المجالات وابتكار حلول ناجعة للتحديات، فمملكة البحرين تعقد آمالا كبيرة على شبابها وتنظر لهم بعين التفاؤل.